حضرتك أولا في التشخيص اللي قدمه الأستاذ كمال لمشكلة الصناعة أو ملف الصناعة بشكل عام، اتكلم عن المجموعة الاقتصادية بالكامل مش وزارة الصناعة فقط، واتكلم إن المسألة ما هياش قوانين وتشريعات بقدر ما هي التطبيق على أرض الواقع. التشخيص ده سليم ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لازم أفهمين حضرتك إن الصناعة هي قطرة التنمية في أي دولة. الحقيقة إحنا نسبة الصناعة عندنا في الناتج المحلي 16%، ولو شلنا الصناعات البترولية بنتكلم في 10%، معدلات العالمية 34%، ده الطبيعي وده لا يليق باسم ومكانة مصر. طيب بس لازم نعترف ان عندنا مشاكل. اكد بس من النسب، يبقى 10% نسبة الصادرات من غير الحاجات المشتقات. لا تاني، نسبة الصناعة نسبة تمثيلها في الناتج القومي بتاع البلد 10%، لو ضفت الصناعات البترولية بنتكلم في 16. الطبيعي حاجة ان يكون 34%. تمام، ده معناه ان عندنا حاجة غلط. طيب بداية التصحيح ان احنا نعترف ان احنا عندنا حاجة غلط. دي نمرة واحد. طيب مشكلة الحكومة عندنا حضرتك ان هو رئيس الوزراء سيادتك تفضلتي بيقول الصناعة حياة او موت، ان احنا لازم نعمل صناعة. هو موضوع حضرتك، هو مش موضوع شعارات احنا بنحطها، هو موضوع آلية تنفيذ على ارض الواقع. لازم اشخص الاول المشاكل، احط آلية قابلة للتنفيذ طبقا لامكانيات الدولة. طبقا ليه؟ لامكانيات الدولة. طيب اول حاجة حضرتك، انا لما اقول انا عايز صناعة في مصر يبقى لازم اعادة ترتيب ولاية وزارة الصناعة واعادة هيكلة وزارة الصناعة من الاول. يعني حاجة عايزة تقولي انا عايز اعمل صناعة وتجيبي وزير الصناعة، ولاية الاراضي مش معاه، جزء مع وزارة الاسكان وجزء مع التنمية المحلية. ليه حضرتك ولاية الاراضي بتاعت الاراضي الصناعية قولا واحدا لازم تبقى تبع وزارة الصناعة؟ تمام، ده مشكلة الاولانية. المشكلة التانية تقولي عايز صناعة، الاقي المناجم اللي خاصة بالصناعة تبع وزارة البترول مش تبع وزارة الصناعة، والاقي المحاجة تبع الشركة المصرية للتعدين. لا، هو مش المفروض الحاجات دي تبقى قولا واحدا تبع وزاره الصناعه عشان يعرف يحط خريطه صناعيه؟ طب بس هي متشابكه مع الوزارات الاخرى برضو، يعني ايه علاقه المناجم بالبترول؟ التعدين بشكل عام، التعدين ده هو حاجة مسؤول عن غاز وعن البترول. ايه علاقته هو مناجم الذهب الفوسفات الحديد؟ ده كل ده تصنيع حضرتك. تمام، المحاجه اللي موجوده عندك ما كلها خاصه بالصناعه. تمام، ده نمرة واحد، إعادة الهيكلة وضم الكلام ده في كيان واحد إذا كنا جادين إن إحنا عايزين نعمل حاجة اسمها شباك واحد. أوكي؟ طيب. بعد ما نعمل الكلام ده حضرتك نعمل حاجة اسمها خريطة صناعية. بمعنى؟ يعني حضرتك ما ينفعش أنا في بلد بحجم مصر يجي المستثمر يقول لي أنا أعمل إيه؟ المفروض الدولة تيجي تقول أنا عايزة إيه وفين وليه؟ أنا حضرتك أما أكون بستورد خامات بضعف تصدير في الصناعه، والخامات دي اقدر اصنعها في مصر بنسبه 40-50% منها، تمام، ومش قادر اصنعها، ده معناها ايه؟ ده معناها حضرتك ان في استراتيجيه ورؤيه واضحه. يبقى لازم حضرتك نمره واحد ان انا اعمل استراتيجيه اشوف الصناعات دي بتستورد ايه من بره، ولو عندي الماده الخام هنا حضرتك اديها اولويه في التصنيع. الاستراتيجيه دي من يضعها؟ وزاره الصناعه ولا الحكومه؟ المجموعه الاقتصاديه بالكامل حضرتك مرتبطه بناء على احتياجات الدوله. طبعا، يعني حضرتك مثلا اما اجي اقول حضرتك مثلا احنا ادي مثال بسيط قوي كده، ناخد الحديد. ليه اسعار الحديد في الفتره اللي فاتت ارتفعت جامد قوي في مصر؟ مع انه مصر بتنتج. لا حضرتك، مصر بتنتج ما بتستورد بيلت الحديد من بره. بيلت الحديد ده بجيبه بالدولار، فكل ما قمت جريت انزل غليت طبعا بتغلى. تمام كده حضرتك. طيب الطاقه باخدها بالدولار، تمام، كل ما سعر الجنيه بينزل التكلفه بتزيد. تمام، طيب احنا ليه ما صنعناش البيلت في مصر؟ هيقول لك اصل نسبه اكسيد دي حاجه. تعلمي ان بيلت الحديد ده اما احنا بنستورده بيكلف موازنه الدوله 5 مليار دولار، سواء خرده بنجيبها من بره، تمام، او الخام نفسه بنجيبه من بره، في حين ان عندي الخام موجود في اسوان. طب المشكله في ايه حضرتك؟ تكلفه صناعته مثلا؟ لا لا لا، ان نسبه التركيز اللي موجوده في الجبال اللي عندي، تمام،
بتحتاج حاجه اسمها ريكونسنتريشن هتكلفني من 10 ل 15 دولار زياده. تمام. سيبك بقى حضرتك ان انا ان ده موضوع استراتيجي ان انا اجي اقول والله اشوف الحاجات دي وازاي اصنعها في مصر واوفر الكلام ده. اعمل لستة. اعمل لستة. اجي اقول طب انا عشان اوفر 15 دولار دول اجي في الماده الخام عندي 100 ما بعملش بيها حاجه يا خديها المصنع ببلاش. عشان اخليه ينافس عالميا بدل ما انا استورد من بره اديها له ببلاش. تمام. المشكله هنا حضرتك ان الوزارات كل يعمل في مجاله. بمعنى حضرتك مثلا اما اجي اتكلم مع وزير البترول ونيجي نعمل مشروع انا كمستثمر مصري يعني تمام اقول المشروع ده عشان يبقى فيزبل عايز الغاز ب 3.75 هو يقول لك ما اقدرش ادولك ب 3.75 لان تكلفته عليا 4.75 اكتر بكتير. تمام. فين بقى دول المجموعه الاقتصاديه؟ طب يا عم انت دلوقتي هتوفر لي كام مليون دولار؟ يعني مثلا لو هديك انا ده عشان تعمل بيرة الحديد وهتوفر لي 5 مليار دولار دول هيسمعوا معايا في الحكومه مع وزير الماليه بقد ايه ووزاره الماليه تدفع الدعم ده لوزير البترول. مش مطلوب من الوزارات ان تدعم المستثمرين. المفروض حق المجموعه الاقتصاديه بالكامل بتشوف الراجل ده هيوفر صناعه قد ايه وفرت لي عمله قد ايه اخد الفرق ده.